نوعا ما ضعت في الغابة. عيدكم مبارك عساكم من أوانا. صباح الخير وكل عام وانتم بخير. اول عيد برا البلد، ما احب ما احب ما احب الشيء، بس في نفس الوقت مسافر وما قاعد احس بالعيد. يعني اول عيد صدق ما احس بالعيد، اقوم الصبح الساعه 9 ما في صلاه عيد، ما في اي شيء ثاني، لابس قميص مو ثوب وغتره، شعور جدا غريب. بس مو بس سواه مزعج ذي، ايش قاعد يسوي ذي؟ اي اصور. المهم يا جماعه، انا اليوم في جمهوريه التشيك وبالتحديد في براغ، وقلت بعيد عندهم. هم ما يحتفلون بالعيد، انا بعيد عندهم. حاليا قاعد تبشر رايحين حق البيت الراقص. وينه وينه؟ اوكي اوكي، لا مو هلا، مو وينه وينه، بس ان بتشوفونا اول ما نوصل له ان شاء الله. وهذه يا جماعه هو البيت الراقص، الدانسينج هاوس، نفس ما تشوفون. جدا جدا مستانس عليه، شوفوا شلون شكله غبي. طبعا انا مستانس لان ادرس هندسه معماريه، فبالتالي دارس هالمبنى وعارف المصمم اللي سووه واموت على المصمم اللي سووه. اي عليك ترنجيري بوسه. المهم انتم مالكم من هالاشياء، احنا بس بنصعد فوق، بنروح هني بنطلع على الفيو اللي هني بكبره. شوفوا ايش باخذ، هاي الماتروشكا اللي اصلها روسي اتوقع شيء كذي، بس على ريال مدريد. عندنا رونالدو الراحل بدون ما اكسرها بدون ما اكسرها. عندنا بنزيما الحكومه، عندنا بيل، وداخلهم في اسكو، بعدين داخلهم في مودريتش صغير هاللون. زين كل شيء حلو، يعني الجو احلى، الاكل مختلف نوعا ما، تجربه حلوه يعني مو كريهه، بس في شيء ناقص، في شيء ناقص. ثواني ثواني. اهلا. اي نعم يا ابو جاي ثوب وغتره من البحرين. المهم جو العيد ما يكتمل الا بالمعايده، تروح تخلي الناس تبتسم، انت تبتسم، هاي العيد وناسه. عيدكم مبارك عساكم من اولاده. زين يا جماعه، بعيدا عن الغتره الخايسه والثوب والاشياء، ما عليكم منها، لا حد يعلق ترى في الطياره تمه وفي الشنطه وكل هالاشياء. زين طلعت وقدرت البسهم اصلا. الحين تقريبا عندنا مرحلتين، المرحله الاولى لازم نروح بالمترو لمنطقه مزدحمه عادل عادل عادل. اول شيء نمر هناك، ابى اصور صوره حق انستغرام، وبعدها المرحله الثانيه الاصعب. ما بحرك ما بحرك، بتشوفونها بعدين. زين يا جماعة، خلصنا المرحلة الأولى، صورت صورة انستغرامية في المكان اللي أبيه. الحين رايحين حق المكان الثاني، بس اللي لاحظناه شيء جدا جدا جميل يعني الصراحة. أما هلال يطلعونك يستغربون وبعدين يبتسمون، وهاي اللي أنا أبيه من البداية، أبي الكل يبتسم وأنا أبتسم وتعمل فرحة. ياي. أول شيء الثاني واللي هو خليجيين يشوفونا، فبعد يقولون عيدكم مبارك وإحنا نرد عليهم تعمل فرحة ولا ابتسامة. ياي سانتا كلوس مو واحد مغتر. اوكي اللي تتابعوني في انستغرام تشوفوا هاي البرج، انا صعدته كله، رحت لهني وصورت الصورة اللي حطيتها اول يوم. الشيء الثاني اللي حدي ابغى اسويه هو شلون نلف. اوكي صح 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 نلف. بطة اعطينا وي. اوكي اعطتني وي. تبين هدية؟ تعالي تعالي عندي هدية. بايل ما صدقتني. هالجسر ذي اللي قاعد نطوف يمه من مساعة عمره يمكن فوق 700 سنة، يعني عادي في أي لحظة حيطيح علينا الصراحة. ومعلومة إضافية، شوفوا ذلين هاي الأشياء اللي هني، هاي في فيلم تريبل إكس، بالقارب نط من هني ونط فوق الجسر ورجع هني. طبعا كلها شلخ مستحيل الشيء، بس إنه كهوة هاي الأشياء اللي نط عليها. يلا خلينا نغني لهم شوي. عيدكم مبارك
عساكم من اوانه ايدكم مبارك عساكم من اوانه باي. انت علي مسحب علي. زين بما ان احنا قاعدين كذي خل اعطيكم كم معلومه عن براغ. ما اتوقع قلت هالمعلومات، كان المفروض اقولهم قبل. خل اقول لكم الحين، والشمس قاعد تغيب واحنا قاعد نعيد على في الجزيره دي. براغ او تشيك بالاخص يسمونها بلده القلاع، فيها فوق ال 2000 قلعه، لدرجه ان القصر الرئاسي في قلعه. قهوه قهوه هني، شوفوا هاي اللي هني، هذه هاي هو القصر الرئاسي. زين يا جماعه خلصنا مثل ما تشوفون، رجعنا والحين خلاص. انا عن نفسي لا تشبري من الثوب، نفس كذا خلاص تمسخ الثوب يعني. بعد فترة كذي سويت شيئين لأبيهم الحمد لله. ما أتوقع صورة إنستغرام بنزلها لأنه يمكن أحرق على المقطع، فيمكن أنزلها لما أنزلها المقطع. بروح أبدل، بروح نشتري أغراض حق رحلتنا بكرة. رحلتنا بكرة بسوي شيء أول مرة بحياتي أسويه، شيء جدا جدا شيق ومرهق في نفس الوقت. تجربة جديدة بتكون، فترقبوا ترقبوا. خلنا نروح نشتري أغراض، يلا ببدل. تعبت من الثوب والله. Good morning. صباح الخير. وين بسولف على هالشيء وفي نفس الوقت لابسه لان شعري رطب، ما بصور وشعري رطب عليه ماي وهاللون. المهم السايق الحين ناطرنا تحت، بنروح حق المغامره اللي اول مره اسويها في حياتي واللي هي الهايكينج. بنروح نمشي تقريبا مسافه فوق 10 كيلو بين الطبيعه. صار المكان اللي بنبتدي فيه الهايكينج، والمكان رهيب، شلالات انهار جبال اشياء عجيبة هاللون. لحظة انا ليش لابس ذي؟ بل وضعية بعد القحفية. المهم فبنبتدي هايكينج بعد شوي، تونا واصلين الساعة 11 حاليا. المفروض بيطول الهايكينج لان بنمشي مسافة طويلة داخل الطبيعة وهالحركات وذي. اول مرة اجرب الشيء، ما اعرف اذا انا مستعد حق شيء لابس صح حق الشيء، ما اعرف صراحة. بنشوف الحين. حاليا بدينا والناس ما تشوفون الطبيعة العجيبة هني. عندكم هاي النهر مرسنه هني، وعندنا مارتن مسكينه كهاي الجايد مالنا. مارتن where are we going now? Now we're going to the rock gate. Rock gate. فباختصار يا جماعة ساعة بنركب فوق بس كذي هايكينج. هاي متعب جدا لان بنصعد فوق، بعدين 6-7 كيلو وبعدين بنرجع المكان اللي جينا منه. زين يا جماعة بديت استوعب ان اللابسة بتاتا ما يناسب حق الهايكينج، كنت احتاج شورت. وفي نفس الوقت اشوف الاغلب عندهم شناط وفيها ماي واكل وحركات وهذي، وانا ما تشوفون وياي بس كذي تلفوني كاميرتي ويلا نمشي. هي السمي يلا. ويانا عبد الرحمن بالسعودية وبس مأخرنا مأخرنا ناطرين احنا. عندكم اليهال لما يصعدون لفوق قاعدين يسوون مثل هالاشياء، والله عجيب الصراحة. هالصعب الشيء ندور لك حصايات وتوازنهم على بعض تري. كل ما نصعد اكثر الفيو يحلو اكثر واكثر واكثر. شوفوا المكان، شوفوا المكان. وصلنا القمة هني الحين، قاعد نريح ناخذ لنا شوية صور كذي، وحين بنرجع مرة ثانية بس اتوقع من درب ثاني وفي نفس الوقت حق رحلة قوارب. بس صراحة الدرب كله والطيحات كلها تسوى عشان المنظر، بس عشان المنظر. المنظر يا ناس رهيب، لو شنو اصور لو شنو اوثق بعد ما بعطي حقه. الحين احنا راجعين تحت، بس راجعين من درب ثاني وهالدرب الناس فيه اقل، فهدوء هدوء هدوء. شوفوا بس ها، هدوء هدوء، بس اسمع صوت الهواء بين الشير، الشيء جدا 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 مريح. شوفوا الزرع الاصفر اللي هناك، ايه اللي هناك هناك هذاك بنمشي لحين، بناخذ فره كامله كذي وبنروح لهناك. عقب 10 كيلو ونص اخيرا وقفنا، وصلنا مطعم هني.
طلبنا كل واحد طلب له لون جيك ماي كذي ميتين ميتين عطش. يمكن هاي كان تحدي في وسط التحدي ان نروح فوق الجبل وننزل وفي نفس الوقت ما كان عندنا ماي نسيناه في الباص ولا اكل ولا شيء كذي. فتحديين في واحد كنا نصعد الجبل ننزل واحنا صيام. حليب الماي بس بموت. نوعا ما ضعت في الغابة يعني في درب تحت في درب فوق بس ما اعرف وين راحوا. في درب هني بعد ما اعرف وين راحوا. المهم بانزل تحت لان اللي عارفة ان المفروض بنروح بالقارب وقاعد اسمع صوت ماي هناك. اوكي اخيرا لحقت عليهم ولقيتهم كهمة وطبعا السمي فوق مرة مضايع. Okay. Das ist für Ihre Fantasie nach links 20 Meter da oben zwischen Bäume. وبعد أكثر من 15 كيلو أخيراً خلصنا هاي المكافأة. الحين ورانا درب ساعتين لبروج. المهم هني اتوقع بتكون نهاية المغامرة. اتمنى اذا عجبتكم المغامرة ذي بكبرها والاشياء اللي سويناها في الحلقة ان ما تقصروا وياي بزر اللايك الاشتراك للمشتركين ونشوفكم حلقة ثانية. باي. تو واحد قاعد هني على الجسر قاعد يصارخ يا الحبيب يا الحبيب. صدق عجيبين الخليجيين والله. من وين بس قاعد هني اخرجت شوي انا قمارك هو يصارخ كذي والله عجيب. وبس خلصت السالفه.